مشاهدينا اهلا بكم من جديد. ننتقل الان الى فقره نستعرض فيها ابرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو شغلت الناشطين على هذه الوسائل، ونبدا بهذا المقطع. ففي جديد ظهور العقيد سهيل الحسن او المعروف باسم النمر الوردي، مقطع تداوله محبوه وهو يتوسط مجموعه من الشبيحه يلقي فيهم خطبه، ومقطع اخر يظهر فيه وهو يلتقط صورا تذكارية على متن طائرة مروحية مع عناصره. نتابع. إن الله يمد لكم بألف من الملائكة المتوسلين، اشدوا على مصباحي، اشدوا على مثالي. يا راس اللحمون من درب سرمي. لا تعرفوا عني يا رجال. لا تعرفوا عني، أطلق التقليد. أطلق التقتل. أطلق لتنتصر. جزيرة كوس اليونانية هي محطة السوريين الأكثر شهرة بعد خروجهم من تركيا، ينطلقون منها إلى دول اللجوء الأوروبية. لكن كاميرا الناشطين هذه المرة رصدت هذا الفيديو يوضح المعاملة السيئة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون من قبل الشرطة اليونانية. نتابع. شغل خبر وفاة الممثل المصري نور الشريف مؤخرا أوساط وسائل الأعلام بعد صراعه الطويل مع المرض، حيث غادر تاركا خلفه إرث أفلامه ومسلسلاته ونجاحاته الفنية. ومن ضمن ما عرف عن نور الشريف من مواقف سياسية قوية نستعرض هذا الفيديو الذي رفض فيه رفع صور بشار الأسد. نتابع. إن أنا ويسرى إن إحنا هنرفع صورة الرئيس بشار الأسد في ميدان التحرير، بس ده مش حقيقي. لا انا ولا يسرى قلنا ده، وانه بيفكرنا بجمال عبد الناصر. اوكي، من ادعى علينا ده؟ يعني شيء لا اخلاقي انك تحملني في وسط الصراعات السياسيه شيء انا ما قلتوش وتفسد صورتي عند جزء من الجمهور. هل تعتبر ان تحمل صوره الرئيس بشار الاسد هي اساءه لك؟ طبعا مؤكد رفع صوره بشار الاسد تسيء، لان في كثير من الجماهير العربيه مع الحركة الثورية من السوريين. على سبيل المثال هكرر، ليه بشار الأسد ما حاربش إسرائيل؟ وبعدين ليه صديق حميم رسام الكاريكاتير في السوري الحالي علي فرزاد؟ ماذا حدث مع علي فرزاد؟ يعني أنا صديق عمري يتضرب وتتقطع إيديه ويكسروا له صوابعه، وأنا هرفع صورة بشار الأسد؟ أثار الإعلامي المصري توفيق عكاشة ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها على الهواء عبر قناة الفراعنة، يحذر فيها السعودية من سوريا ويتغزل باسم الأسد. يا النبي محمد يا سعودية، أنت وحكام الباب الرئيسي لإسقاط السعودية من سوريا، الباب الرئيسي للقضاء على الأسرة السعودية من باب بشار الأسد. أنا قلت إن بشار الأسد مش هيكمل لغاية ذو القعدة أو الأسبوع. الخطة كده، هل معناه إن أنا ضد بشار الأسد؟ لا، ده أنا من أشد مؤيدي بشار الأسد، لأنه بطل بيتقطع بقاله 4 سنين، بيتقطع
بيتقطع بقاله 4 سنين. وأسد فعلا اسمع على مسامة. في رد انتقامي من جانب موسكو، حرب الزهور الهولندية تشعل غضب مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تداول مشاهد فيديو لعملية حرق الزهور الهولندية من قبل السلطات الروسية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار. وننتقل إلى ألمانيا، حيث شارك قارب شراعي في مسابقة إبحار ألمانية، لكنه للأسف لم يقطع المسافة المتوقعة قبل أن ينقلب وبشكل مثير للضحك. نتابع هذا الفيديو الذي تداوله مواقع أو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. مستمرون معكم ونتابع في آخر ملفاتنا. المذيع الأمريكي جون ستيوارت يودع جمهوره بعد 16 عاما من الكوميديا السوداء، أما في الوطن العربي فمصير هذه الكوميديا الفشل.